في الإسكندرية، محكمة جنايات الإسكندرية في خبر أوردناه لحضراتكم أيضا منذ قليل، أجلت جلسة النطق بالحكم الخاصة بقضية مقتل خالد سعيد المتهم فيها 2 من المخبرين، أجلتها ليوم 3 مارس المقبل للنطق بالحكم إن شاء الله. وجلسة النهاردة كان فيه إجراءات أمنية مشددة داخل القاعة، أهل خالد سعيد، زمايله النشطاء السياسيين، وكذلك أهل الاثنين متهمين اللي هم 2 من المخبرين التابعين لوزارة الداخلية، كذلك أهل هؤلاء المتهمين لم يحضروا داخل هذه الجلسة، لكن يوم 3 مارس إن شاء الله القادم هيكون النطق بالحكم.